بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيه تهنئه الى فخامه الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان رئيس مجلس السياده الانتقالي بجمهوريه السودان الشقيقه وذلك بمناسبه ذكرى استقلال بلاده اعرب سموه فيها عن اطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحه والسعاده ولشعب جمهوريه السودان الشقيق ان ينعم بالامن والازدهار